زيادة وارتفاعات كبيرة في فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، زيادات أدت إلى حالة من الاستياء والغضب العام بين جموع المواطنين. كابوس غلاء الفواتير بات يسيطر على الشارع المصري مؤخرا بعد الارتفاعات غير المبررة والتي وصلت عند البعض لنسبة 100%، وبتقديرات جزافية لحجم الاستهلاك لا يختلف في ذلك العدادات المنزلية أو التجارية أو حتى الإلكترونية منها. أنا بقالي سنتين في المقطم ما شفتش كشاف للمية ولا للكهرباء، نفس المعدل هو الاستهلاك. بستغرب انا اللي يجي 3 اضعاف او 4 اضعاف، يعني جالي 105 فاتوره. انا ما كنتش بدفع الميه دي 250 جنيه. 250 جنيه ازاي انا ادفع؟ ازاي 250 جنيه انا اجيب 250 جنيه من فين؟ انا راجل على المعاش. والغاز كنت بدفع الاول 15 جنيه، دلوقتي بدفع 45 جنيه. كانت ساعات ممكن تبقى 600 500، دلوقتي فوق ال 1000 جنيه على طول، ما بتقلش عن ال 1000 جنيه. غضب واستياء المواطن غلفه هاشتاج إلكتروني زاع على الشبكة العنكبوتية مؤخرا تحت مسمى امسك فاتورة، بعد أن بح صوت الجميع في التظلم والشكوى. قبل ندفع هنعمل ايه؟ حتى لو اتظلمت مش ادفع الأول بعد كده اتظلم. بيقولوا لو ما دفعتش هتشيل العداد، هيجي يشيل العداد، بيقول لي ادفع وبعد كده اتظلم. خفت لا يشيل العدة أخويا وأقعد في البيت من غير عدة تبقى مصيبة. غلاء متكرر وغير مبرر في الفواتير بين صمت حكومي من جانب وحيرة المواطن البسيط من جانب آخر، أزمة تبحث عن حل عاجل. طارق أحمد، هنا العاصمة.